فوق رؤوسهم يرفع هؤلاء الأطفال في النجف اللافتات التي خطتها أناملهم للمطالبة بحقوقهم. صوتهم يعلو أملا بإبعاد الشبح الخاطف لمستقبلهم. المخدرات والتعنيف والقتل والاستغلال وغيرها من المشاكل انعكست على الأطفال بحسب متخصصين حذروا من مخاطر إهمال الطفولة وشباب المستقبل. الطفولة العراقية محتاجة هذه الاتفاقية، محتاجة الانتباه، محتاجة قرارات تمس هذا الواقع المزري الذي تعيشه طفولتنا للأسف الشديد. بين الطموح والخوف من المجهول تعبر هذه الملامح البريئة عن حالها. دعوات عاجلة وسريعة تطلقها وزارة الثقافة إلى الجهات المعنية تشريعيا وحكوميا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية في العراق التي تزداد تعقيدا اليوم تلو الآخر. العراق وقع على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن كتطبيق فعلي لهذه الاتفاقية غير موجود. نحتاج إلى تشريع حقيقي لقوانين تفعل من أجل الطفل. نحتاج إلى وقفة جدية من قبل لجنة المرأة والطفل في البرلمان من أجل تفعيل هذه القوانين. نحتاج إلى ميزانيات خاصة من أجل أن نهوض بواقع التعليم، بواقع الصحة. ثاني شيء متنزهات مدارس. أطفالنا يعانون الكثير، تسرب عمالة، وضع قوانين لعمالة الأطفال. وبحسب منظمات حقوقية في العراق وبالنجف تحديدا، فإن معدلات التعنيف الأسري أو المجتمعي ومنها الحرمان الدراسي والإجبار على العمل بحق الأطفال تسجل أرقاما وصفت بالمرعبة التي تحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية للنظر فيها. وما زاد من واقع الطفولة في العراق مرارة تردي الأوضاع الاقتصادية في السنوات الماضية، والتي خلفت وبحسب متخصصين تفككا أسريا ألقى بظلاله على الطفولة ومشاكلها. من النجف محمد رزاق، التغيير.